بيقولوا إن اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. أيوة، طيب هي ياسمين عبد العزيز لسه ما عندهاش الخبرة اللي تخليها تفرق بين الهزار والجد، مش عارفين، بس يمكن لسه شايفة نفسها طفلة وبتهزر وهي مليانة طاقة وشقاوة. وعلاقتها مع جوزها الفنان أحمد العوضي فيها تفاهم، وهو عارف يستوعب الوضع ومحتويها. لكن إيه اللي حصل عشان ياسمين تطلب الانفصال عن جوزها قدام الناس كلها كده ومش هاممها حاجة؟ وممكن هزارها ده يتحول لجد في يوم من الأيام، ده اللي هقول لكم عليه في الفيديو ده. جوازة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي كانت مليانة حكايات ومشاكل، وأخوها اتدخل في الموضوع وهو اللي فضح سرها وعامل مشكلة مع أحمد وقال كلام مش حلو على أخته، ومن وقتها وبينهم مصانع الحداد زي ما بيقولوا، حتى وهي تعبانة معرفش يصلحها وفضلت ياسمين على موقفها. المهم الجوازة دي تعرفت في مايو 2020، والجمهور فرحان بعلاقتهم وقصة حبهم وإصرار أحمد عليها، وكمان ياسمين حابة وجودها وحياتها معاه، واشتركوا في أكتر من عمل فني والحياة الشخصية ماشية والفنية كمان. لكن إيه السر اللي كانت مخبياه ياسمين؟ اللي محدش يعرفه كتير إن ياسمين عبد العزيز كان وراها سر مخبياه على الجمهور، وهو موضوع انفصالها عن جوزها السابق وأبو عيالها ياسمين وسيف الدين الرجل الأعمال محمد حلاوة. ولما بدأت علاقة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في كواليس تصوير مسلسل لآخر نفس، كشفت المستور وأعلنت انفصالها عن جوزها، وهي أصلا كانت مخبية الانفصال ده سنة كاملة عن الجمهور، وقالت إنها مش بتحب الشوشرة حوالين حياتها الشخصية، وكمان أبو ولادها كان كويس ومحترم معاها ومع ولادها. ياسمين عبد العزيز قالت لجوزها أحمد العوضي طلقني، أو ده كان قدام الجمهور، ومحدش عارف الموضوع ممكن يتحول لجد ولا إيه، بس اللي كلنا عارفينه إنهم بيهزروا وفي قصة ورا الموضوع ده، هي الكبدة النية اللي بياكلها أحمد العوضي. ووقتها كان نشر فيديو على حسابه في فيسبوك وهو ضيف في برنامج تلفزيوني، وكان بياكل الكبده نيه، ودي حاجه معروفه عنه، بس ياسمين عبد العزيز علقت وقالت ايه ده طلقني، والجمهور تفاعل معاهم وعارف انهم بيهزروا، بس في ناس بيحبوهم طلبوا منهم يبطلوا هزار في الموضوع ده عشان ممكن يتقلب لجد وهم خايفين على علاقتهم وعاوزينها تستمر. طبعا دي مش اول مره تحصل، لان ياسمين كانت قالت قبل كده في برنامج تلفزيوني انها شافته في البيت مره بياكل كبده نيه، واتفاجئت بالحوار ده وقالت له في البيت طلقني، والجمهور عارف انها بتهزر عادي، بس الله أعلم يمكن الأمور تتحول. وهنا بقى اكتبوا لنا في الكومنتات آرائكم بخصوص هزار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهل حاجة زي كده مرغوبة ولا بلاش منها؟ ولو في نصيحة حابين توجهوها ليهم اكتبوها برضو.